وبالتالي جاء الموقف المصري على قناعة بأن المعركة هي معركة قومية، فلتحيا القومية العربية اليوم التي كادت أن تندثر، ولكن الحمد لله الذي مد الله في عمرنا حتى رأينا المارد العربي ينهض، وحتى رأينا الردع العربي القوي يظهر وبقوة وبصلابة أمام العالم أجمع. هذا ليس تحالف مثل ما يقول البعض، هذا ليس تحالف السراج مع أردوغان أو تحالف الأخوان المسلمين مع، لا ليس تحالف، بل هذا وجود مشترك، تاريخ مشترك، حدود مشتركة، هذا شيء آخر غير موجود في قاموس أردوغان على الإطلاق، وغير موجود في قاموس بعض الذين يدعون أنهم اليوم من الأتراك. بالأمس سمعنا كثير من الصفحات على الفيسبوك والإذاعات تقول أن هناك ليبيين من أصول أتراك، وهذا الكلام هذا كلام غير حقيقي، ولكن يحاولوا من خلال تسويق شيء ما، وهو الوصول إلى أن توقيع اتفاق مع السراج وأعطاه مع أردوغان وأعطاه شرعية. الشرعية التي استند عليها السيد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي هي شرعية القومية العربية، هذا أمن قومي عربي، أمن قومي عربي يهدد كامل المنطقة العربية. أردوغان قال نقاتل من أجل إرث أجدادي، يعني يقاتل من أجل مصر وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، ويقاتل من أجل أن يصل إلى السعودية وإلى كل المنطقة العربية. هذه نقطة. النقطة الثانية، الرسائل وصلت إلى جمهورية مصر العربية، وصلت عن طريق الفيديو، وصلت عن طريق المصريين الذين تم إهانتهم وتعذيبهم في طرابلس. الرسائل وصلت أن هذه الجموع الإرهابية التكفيرية المتطرفة التي الآن في مدينة مصراتة وطرابلس تريد الوصول إلى الأهرام، وتريد الوصول إلى سيناء، وتريد الوصول إلى القاهرة، هكذا وصلت. وبالتالي الدفاع من حق كل مكون أو شخص أن يدافع على مصالحه، على أمنه، على استقراره. ودائما نقول أن استقرار ليبيا وأمن ليبيا ونجاح القوات المسلحة ونجاح المشير خليفة حفتر في خلق عمق أمني استراتيجي لمصر وصل إلى 1200 كيلومتر لم يأتي بالسهل، لم يأتي هكذا، بل أتى بجهود، أتى بتضحيات، أتى بإكبار وإعادة تفعيل المؤسسة العسكرية الليبية. وبالتالي القيادة المصرية مقتنعة قناعة كاملة أن القوات المسلحة العربية الليبية ستنجز هذه المهمة، ولكن التدخل التركي والغزو التركي أثار بعض المشاكل. الآن من واجب الجميع، وهذا الخطر الداهم لا يهدد ليبيا ومصر فقط، ليبيا، مصر، تونس، الجزائر، كل هذه المنطقة، يداهم التيار الوطني وليس التيار الأخواني الذين يدعون الإسلام وهم يكفرون أمة الإسلام. وبالتالي جاء هنا الدور المصري الريادي والقيادي في دعم شقائه الليبيين. هذا الدعم ليس من اليوم، كلمة السيد الرئيس جاءت في مكان وتاريخ مميز أو مميزين. المكان في سيدي براني في منطقة غرب الإسكندرية في محافظة مطروح. ماذا يعني هذا المكان؟ هذا سؤال يجب على كل ليبي يسأل أو مصري يسأل، ماذا يعني، لماذا الرئيس السيسي خرج من هذا المكان من سيدي براني؟ هذا المكان في سنة 1940 كانت أول معركة بين التحالف والمحور في الحرب العالمية الثانية، دخلت فيها قوات الجيش الليبي أو قوات إدريس السنوسي، دخلت في معركة إلى جانب الإنجليز ضد الطليان في هذه الموقعة، أول معركة يدخلها الجيش الليبي هناك. واستمر هذا الجيش في دحر المستعمر الإيطالي مع التحالف حتى وصلوا إلى تحرير الأراضي الليبية. إذن هذه نقطة مهمة جدا. النقطة الثانية، العامل الاجتماعي، وهو أهم عامل في السياسة الليبية، العامل الاجتماعي من خلال الحكماء والعقلاء والمشايخ، هذا العامل والمكون دائم غير مرهون بانتخابات، غير مرهون بأي عامل سياسي، غير مرهون بأي عامل مادي، بل هو مرهون بالعامل الأصالة والانتماء لهذه الأرض. وبالتالي خرج هذا البيان بوجود مشايخ وعيان من ليبيا. النقطة الثالثة، لا يريد مثل تمسك الأخوان كثيرا، وننصحهم لا يتمسكوا أن يقروا ما بين السطور وأن يقروا ما بين الحروف كذلك، لا يتمسكوا بقصة الجفرة وسرت. الجفرة وسرت يسلم الرجال الذين يوم 6/6 الماضي صمدوا هناك وكتبوا هذا الخط بدمائهم من الجيش الوطني الليبي، ولكن هؤلاء الأغبياء ذهبوا لتفسيرات ومحاولة تشويه الرأي العام
ومحاولة تضليل الرأي العام وممارسة قناة جزيرة للإعلام المغلوط لضخ معلومات مغلوطة. هذا الخط يعني وصول الإرهاب. السيد الرئيس لم يتكلم على نفط ولا تكلم على غاز ولا تكلم من هذا الخط. يجب حل الميليشيات في طرابلس، يجب حل الميليشيات في طرابلس وتسليم السلاح إلى الجيش الوطني، السلاح الحربي حكر للجيش الوطني الليبي فقط، السيادة حكر للدولة الليبية فقط، لا توجد سيادة مجزأة، السيادة والحرية والكرامة لا تتجزأ. هذا الموقف المصري، نحن نثمن عاليا هذا الدور ونثمن دور البرلمان المصري الذي حقيقة البرلمانيين المصريين مثل البرلمانيين التوانسة الأبطال الذين يصدون الآن للأخوان ولتغلغل الأخوان ولاستعمال هذه الورقة الفاسدة، ورقة الأخوان من قبل العدو. الآن العدو الرئيسي يستخدم في هذه الورقة الفاسدة ورقة الأخوان وورقة الليبية المقاتلة وهي تنظيم القاعدة وورقة تنظيم داعش. هذه الورقات الآن سقطت، نحن صرنا مع السلام. سيدي القائد العام اتخذ قرارات صعبة جدا، اتخذ قرار بوقف اطلاق النار واعلن الهدنة اكثر من مرة بالرغم ان قواتنا تتقدم، اتخذ قرار التراجع واعادة التموضع في سرت وجفرة برغم ان قواتنا على مشارف قلب العاصمة، اتخذ قرارات من اجل السلام ومن اجل الاستقرار ومن اجل كف هذه الدماء التي تسيل بغير وجه حق على الاراضي الليبية. هو يعلم ذلك جيدا، يعلم التاريخ جيدا، ويعلم كذلك أن المعركة فيما لو تطورت ستكون ليبيا ساحة لمعركة دولية، كنا لا نريد ذلك. حقيقة نحن نحيي الدور العربي بصفة عامة، الدور القومي، نحيي الدور المصري الفاعل في إرسال هذه الرسالة القوية، قال نحن جاهزون لفرض الأمن، فرض الاستقرار، مساعدة الأخوة الليبيين على إرساء قواعد الأمن والاستقرار على كامل الأراضي الليبية. هذا هو المطلوب منذ البداية. سيد القائد العام أعلن الثوابت الوطنية لعملية الكرامة.